راني نتمتع بالمنطقه السياحيه هذه اللي موجوده في بيتي فازا. ماذا بيا كامل الجزائريين يزوروا المنطقه هذه باسكو تريح المورال، توجور في درب الابطال وين نعرضوا عليكم رياضه وبطل. اختصاص اليوم هو اختصاص مائي يعتمد على القوه والاثاره. هذه هي رياضة اليوم، راح نكتشفوا سويا شكون هو بطل اليوم اللي هي بطلة صاحبة 3 ميداليات في آخر بطولة عربية